السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي بناتي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. النهاردة هنعمل أكلة كل العالم بيحبها، مصريين وعرب وأجانب وكلهم. النهاردة هنعمل الكشري المصري إن شاء الله. أولا أنا عندي هنا اهو بصلتين كبار، بشراهم بالمبشرة بتاعت الشيبسي عشان يبقوا رفيعين كده. حط عليهم معلقة ملح، حط عليهم معلقتين نشا، هنقلب كويس. ننزلهم في الزيت، كده حبايب البصل بقى حلو قوي كده، مش عاوزاه غامق انا ما شاء الله. كده بقى يا حبايبي انا هنعمل بقى ايه؟ هناخد شويه من الزيت عشان هعمل كله في حله واحده ان شاء الله. هحط من الزيت كده، واروح حاطه معلقه ثوم، نروح على النار نعمل الدقه بتاعت الكشري. وعلى العين دهيت هنحط شعريه الاول، هحط هنا حتة شطة، حبة شطة كده، هنا هنحط بقى الطماطم اللي انا عطاها ما شاء الله. ملح هنا، حط الملح، كزبرة معلقة، كزبرة ناشفة، كمون معلقة، حط فلفل أسود، ونقلب كل ده. ريحتها تجنن. هنقفل الفلفل عليها، هنحط الغطا
تتثبت ان شاء الله. كده حلو قوي الوضع. هنحط بقى الرز المغسول في كوبايه ونص يا جماعه. كده نحط الرز. نحط العدس. كوبايه عدس دي منقوعه مش مسلوقه، انا ما سلقتهاش عشان ما تبقاش مهريه. نقلب كويس. عامله ميه على النار هنا بيت. كده حلو قوي. هنحط عليها المكرونة الصغيرة دي. كل على بعضيه حلة واحدة يا جماعة. الرز دي هنحط كمون، حبة كمون كده. حبة كزبرة ناشفة. ودي مرقة دجاج فورية. ودي مكرونه اللي هي الاسباجيتي، انا قصاها وحطها. كده هنقفل عليها يا جماعه، هنسيبها لما تغلي هنوطي عليها. هنا يا جماعة في اللحظة دي انا هنحط معلقة سكر عشان تعادل الحموضة بتاعت الطماطم. ما شاء الله. كده يا جماعة نشوف الرز ما شاء الله بيقرب يتشرب وما بياخدش وقت خالص ما شاء الله. هندوق الحبق كده ما شاء الله. هنوطي عليه بقى ونسيبه لحد ما يستوي خالص. دلوقتي يا جماعه نشوف ما شاء الله حلو قوي. انا دلوقتي بقى هحط لها كمان حته طمانيه، بحب احطها في الاخر بتدي طعم احلى. هحطلها بقى ايه حبة خل. الله يا جماعة عايزاكم تيجوا تشموا الريحة اللي هنا دي.
حاجة بقى ايه بألف هنا وشفا، يا ريتكم جنبي والله. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله. هنحط لها شوية مية، كوباية مية، وهنقفل عليها. الله أكبر ما شاء الله. نشوف بقى الله 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 ما شاء الله الله. حاجة بقى ايه، شوف يا جماعة عاملة ما شاء الله. رز مفلفل وحاجه اخر جمال خالص ما شاء الله. الله اكبر. حاجه ايه، سيبه كمان نوريكم بقى الشكل في الاخر خالص لعند التقديم ان شاء الله. متنسوناش بقى من الدعاء وصالح الاعمال ان شاء الله، والاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير، وربنا معانا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.